السلام عليكم، معكم فدوى وقناة جاتوتي. لكنتو أول مرة كتزوروا القناة ديالي، نقول لكم مرحبا بكم. منساوش أنكم تضغطوا على المربع الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم إشعار دائما بالفيديوهات الجديدة اللي كنزل كل أسبوع. الوصفة ديالنا اليوم هي غريبة البهلة. غادي نعطيكم واحد الطريقة اللي غادي تسهل علينا المأمورية، غادي نوجدوها في نفس اليوم بلا ما تبات. كتجي رائعة، كتجي بهذا الشكل محمرة ومشقة، كي كتشوفوا كتجي رائعة في المذاق وفي المنظر. كنتمنى انها تنال اعجابكم وفرجة ممتعة. غادي نبداو على بركة الله. وغادي نحتاجو في المقادير: عندنا 500 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات، عندنا كأس من السكر الخشن أو السكر سنيدة، نصف كأس من دقيق الفينو أو السميد الناعم جدا، نصف كأس من اللوز باللوز بقشور مطحون، عندنا نصف كأس من الزنجلان المحمر، وعندنا كأس من الزيت النباتية، عندنا 125 غرام من الزبدة. هنا استعملت زبدة المارغرين، كيمكن لكم تستخدموا زبدة الأكل. عندي نصف ملعقة من القرفة وقبسة الملح، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، وعندي كيس ونصف الكيس من خميرة الحلوى أو خميرة الحلويات. المقادير بالضبط بالجرام غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. اذا غادي نبداو. غادي ناخذ اناء او قسعه وغادي نوضعو فيه الدقيق ديالنا، غادي نضيف ليه القرفه وقبسه الملح، ثم غادي نضيف ملعقه الخميره الخبز، غادي نضيف السكر سنيده والسكر حبيبات، غادي نضيف السميد الناعم جدا، هذا هو الدقيق الفينو، كيسميوه سميد ناعم جدا، ما نستعملوش السميده العاديه لانها تكون شويه حرشه، غنستعملو فقط الدقيق الفينو. ثم غادي نزيد اللوز مطحون بقشورو، كنحمرو وكنطحنو بالقشر ديالو، غادي نضيف الزنجلان المحمر، وغادي نضيف كيس الخميره الحلويات، كيس خميرة الحلويات ونصف الكيس. غادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى غادي ينسجموا معايا جميع النواشف، عاد باش غادي نبدا تنزيد الزيت والزبدة بالتدريج. هنا من بعد ما نسجم ليا الخليط غادي نضيف الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ باش تنسجم لينا بسرعه مع الخليط. غادي نبقى تنضيف فيها وتنخلطها فقط باصابع اليد بهذا الشكل حتى غادي تنسجم ليا وغادي ترمل ليا بالدقيق. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت وغادي نجمع العجين حتى يتجمع ليا ويولي عندي عجينه اللي هي مجموعه. من بعد كنجيب الحكاكة بهاد الشكل وكندوز العجين ديالي من الحكاكة الغليظة، تندوز جميع العجين ديالي حتى كيولي ليا على الشكل مفرتت باش تجيني الغريبة مشققة وهشيشة من الداخل. هاد المرحلة كتعاوننا على ان العجين بحال تندلكو، وتعاوننا على دلك العجين باش من نختصروا الوقت. غادي ندوزها المرة الأولى بهذا الشكل، ثم غادي ندوزها المرة الثانية حتى نتأكد أن كاع العناصر انسجموا مع بعضياتهم وأن قطع الزبدة ما بقاش عندي في العجين. من بعد ما غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العجين، غادي نشكل الكويرات ديال الغريبه بهذا الشكل.
بين اليدين ديالي، غادي نحاول انني ما نضغطش عليهم باش نتبقى نحتفظ على الغريبة تكون هشيشة من الداخل، وغادي نحاول انني ندير كويرات على شكل غريبة. كيمكن لكم في هذه المرحلة اللي كتوفر على الميزان انها تعبر كل كرة تكون فيها تقريبا 25 غرام باش يجيو الغريبات كبار، او تكتفيوا انكم تعبروا فقط بعينيكم كي درت انا وتكوروا الكويرات. غادي نبقى تنكور حتى غادي نكمل جميع العجين اللي عندي، تكون الشكل ديال الغريبة بحال هذا الشكل، تكون مسطحة شوية ما غاديش تقبوها بزاف، وغادي نستمر حتى نكمل جميع العجين اللي عندي. في هذه الاثناء تنكون شعلت الفران يكون سخون جدا، عاد باش ندخلوا ليه الغريبه. هذا سر من اسرار ان الغريبه تجينا مشققه، هي انه يكون الفران سخون جدا حتى ندخلوا ليه الغريبه، عاد باش نقصوا ليه لدرجه تكون متوسطه. كيمكن لكم تستعملوا طاوه خاصه بالغريبه، انا استعملت الطاوه العاديه. كيمكن لكم تستخدموا اللي خاصه بالغريبه، انا استخدمت طاوة عادية وفرشتها بورق الزبدة، وغادي نستف فيها الغريبات ديالي بهذا الشكل، وغادي ندخلهم الفرن، غادي ندخلهم للاسفل يعني النار تكون من الفوق ديالهم، وغادي نخليهم واحد 4 دقائق 5 دقائق حتى غادي يبداو تيتشققوا، ثم غادي نطلعهم من الفوق وندير لهم النار من الاسفل ونخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا. من بعد ما كطيب الغريبة وكتحمر كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعة، كتجي مشققة ورائعة في المذاق ولا في المنظر، كتجي هشيشة، كتجي محمرة بهذا الشكل. كنتمنى انها تنال اعجابكم، وهنا الطريقة البسيطة ديال الغريبة تسهل لكم المأمورية انكم توجدوهم للعائلة ديالكم. وإذا عجبتكم الطريقة ديال اليوم ما تنسوش انكم تقول لي هذا الشيء في التعليقات، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.